عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد أداء فريضة الحج. وكان الرئيس السيسي قد توجه في تدوينة له على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بجزيل الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على حفاوة الاستقبال بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة أداء فريضة الحج لهذا العام.